ما هو الأفضل للميت، أن ندعو له ونتصدق أم نؤدي الحج والعمرة عنه؟ كله مشروع، حج عن الميت، العمرة عن الميت، الصدقة عن الميت، الدعاء للميت، كل هذا مشروع ولله الحمد. ولا شك أن الحج والعمرة فيهما فضل عظيم، فيهما فضل عظيم لما فيهما من التعب والنفقة والسفر والوقوف في المشاعر، ففيهما فضل عظيم، هما أفضل من الصدقة.